بسم الله الرحمن الرحيم. هذه منظومة في ضوط الأذان، نظم الإمام محمد بن عمر الخطاب المغربي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: الحمد لله وللأذان قواعد تدني إلى الإتقان، تحمي المؤذن من التصحيف وتحفظ الذكر من التحريف. هذا وكم من خطأ وزلل تسمعه الأذن وكم من خلل. ذكر بعض هذه المساوي في شرحه الحطاب والكشناوي، فجود الحروف يا مؤذن، فاللحن في الأذان ليس يحسن. الله حقق همزة ورققي، ترقيقك الهاء بلا تعمقي. إذا بدأت ومتى وصلت أزلت همز الوصل واختزلت. ومده حركتان فأربع، وإن تريد تعظيمه فأشبع. كذاك قطع همزة من أكبر، إبدالها واوا أجاز معشر. والباء ليس فيه إلا القصر، ومده جهل وإلا كفر. لأن جمع كبر أكبار، وإثم من قصده كفار. والراء فخمه وباقي الأحرف، بين له شدته أنحفي. كذاك الاستفهام في التشهد جهل قبيح فاجتنبه تهتدي. والنون في أن لا إله تدغم، في لامه ومده يتمم. ورقق لا إله إلا، والله غلظ لامه مجلا. وانصب محمدا رسول ارفعي، وأدغم التنوين في الراء تعي. ورقق السين وراء فخما، وغن ميما مع ميم أدغما. وحي شدده ولا تمده، وفخم الصلاة أشبع مده. مد الفلاح للسكون العارض، واسطه أو اشبع بلا معارض. قد قامت الصلاة دارا قلقلي، وفخم القافين للوصف الجلي. وثنها في مذهب أو أفردي، في مذهب فأنت غير معتدي. ولا تقف فيها على محركي، إذا وقفت والعناد فاتركي. في كلمة التثويب فخم خاء، ورققن الراء تتلو الياء. ولا تمد النون والواو امددي، في النوم للوقف ودال نعددي. وكل ذا على طريق الأزرق، عن الإمام ورش المحقق. وفي المؤذن أتت أخبار، ذنوبه يغفرها الغفار. وكل من سمعه سيشهد له كما قال النبي أحمد. فأخلص النية في الأذان يا داعي الناس إلى الرحمن. يا رب فاغفر للمؤذنين، وأرشد الأئمة الهادين. ورحمة الله على الأجهور، صائغ أصل النظم للتذكير. والحمد لله به بدأت، في أول النظم كما ختمت.